بسم الله الرحمن الرحيم. انا اسمي توفيق، فتح توفيق، اعرف ابو ريشه من قريه دمنليك، مركز منوف، محافظه المنوفيه. طبعا احنا بنتكلم من مجالنا هنا، من مجال الرياضه. احنا بنشكر سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي على المجهودات الكبيره اللي عملها في تطوير الرياضه في مصر عامه وفي المحافظات وفي الكره. يعني خلى فيه الكره اتقدمت في الملاعب اللي اتعملت، ملاعب النجيل الصناعي. كل قريه دلوقتي اصبح فيها ملعب نجيل صناعي خماسي او ملعب قانوني او ملعب على حسب الملاعب الموجوده على حسب المكان الموجود في كل قريه. فاحنا بنشكره على الدعم الدائم دايما بالنسبه للرياضه وعلى المجهودات اللي اتعملت في البلد عامه، وعلى تسهيل الطرق والكباري والمواصلات. دلوقتي يعني كنا بناخد للقاهره ساعتين ونص، دلوقتي بقى بناخد حوالي ساعه او ساعه الا كمان. فاحنا بنشكر سيادته على المجهودات الكبيره دي اللي اتعملت في الوقت الحالي، ونتمنى له دايما دايما التوفيق. واحنا يعني صابرين وبنصبر مع سياده الرئيس، وبنقول له دايما احنا معاك ودايما احنا وراك، ونتمنى ان شاء الله ان احنا ننهض بمصر كلها، وزي ما نهضنا برضه زي شايفين فيه نهضه كبيره في الرياضه، وان شاء الله في كل المجالات تبقى فيه نهوض. واحنا برضو موجودين يا سياده الرئيس وبندعم حضرتك، وان شاء الله نتمنى لك التوفيق في جميع المجالات، ونتمنى لك طبعا النجاح وان انت تعدي بمصر الفتره الحاليه دي ان شاء الله. نتمنى لك كل خير باذن الله. حياه كريمه. طبعا احنا اتكلمنا في المجال بتاعنا اللي هو مجال الرياضه، طبعا هنخش في مجال تاني، مجال الاسكان. طبعا في شقق كتيره قوي متوفره في كل المجالات. يعني انا واحد شغال في مدينه السادات، في مناطق كتيرة قوي الأوقاف فيها منطقة كبيرة، حي كبير ما فيهوش حد، ما فيهوش سكن خالص، الناس بتشتكي. في عندنا هنا في الكرة وفي حياة كريمة عملت تطور وعملت إنشاءات جديدة، وطورت المدارس وطورت كل المصالح الحكومية، اتطورت في جميع الكرة في كل المجالات. طبعا احنا بنشكر سيادته على 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 حياه كريمه وعلى النهضه اللي حصلت في حياه كريمه دي. وامثال عندنا مثلا قريه شمه تبع مركز اشمون، انا نزلت هناك بحكم العلاقه اللي بيني وبين الناس واتفرجت، ما شاء الله. يعني قريه شمه اصبحت مدينه في الوقت الحالي، مدينه تستمتع بيها وتتمنى انك انت تنزلها باللي حصل والتطور اللي فيها. نتمنى ان شاء الله من سياده الرئيس ان حياه كريمه تستمر وتشتغل، وبرده تعم كل الكره، والتطور اللي حصل في الترع، برده الترع دلوقتي بقت حاجه كويسه.